نعمل ميلا؟ بدك جدة؟ مو جدة مو هون معك بس لانا. يلا هلا جايز ممكن ندخل لانا. رح ندخل على المول هلا. نعم رح ندخل على المول ورح نروح على الالعاب ورح ناكل ورح نعمل 100 شغله. قبل ما نكمل قولي لايك قولي لايك حطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك سناب شات وفيسبوك روابط كلها تحت صندوق الوصف. وبس وهلا داخلين على وجهتنا الاولى. ممكن نروح نشتري العاب اول شيء او ممكن نجيب اكل. اتوقع العاب نشتري العاب ونروح على الالعاب. فيلا ليتس جو. واو 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 عم تنقي ساعات. شو؟ واو واو طبعا كثير مندمجة مع الساعات ميلا وانا نازل. نمشي نجيب العاب. اوكي جايز مثل ما شايفين هلا رايحين على مكان نشتري له منه العاب بس ما بعرف وين الصراحه لسه ما حددنا. وهي قاعده مسوي ديسكو لحالها جده وقوى وهيك. فهون في محل العاب رح اخليها هي اللي تختار على كيفها شو اللعبه اللي بدها اياها. فانه يلا ليتس جو. بدك العاب؟ قولي واو. شو هدول؟ واو هدول. يلا ما رح تروحي انا قلت لها تضل واقفه هون. فانه يلا ما عرفت شرابتي صبرني يا ربي. بدك ها؟ جيبني شو انت بتختار تحط على الارض يعني عم تزلني. بدك اي وحده؟ هاي؟ هاي؟ اوكي يلا جيبي. هاي اوكي يلا بوسي بوسي بوسي. يا عمري احلى هديه لميرا. لك هاي كمان. يلا اوكي جايز اخترت هاي. اخترت ما شاء الله. شوفي بيبي 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 اوبا. يلا اوبا يلا نروح نشتري. رح نشتري رح اشتري لها هدول وننطلق على الاكل لانه انا ميت من الجوع. صح نعم. شو هاي؟ واو يا صبر ايوب من وين اجيبك من وين اجيبك. هلا رايحين ناكل اخذ ليش ناكل نمي لا ناكل نمي. راح نروح على ماكدونالد اجيب لها هابي ميل والي هابي ميل عشان نضل هابي طول حياتنا. ليتس جو ليتس جو. اوكي جايز مثل ما شايفين غيرنا وجهتنا ولفينا لانه بدنا نرجع على الالعاب. تذكرت انه اذا اكلت ميلا ولعبت رح تستفرغ فمن لعبها اول ما نخلص لها وهي عم تغني هلا كثير مبسوطه. فانه اذا لعبت هي مبسوطه احلى. فانه هلا رايحين على الالعاب. ليتس جو. يلا تلعبي؟ يلا اجي معك. يلا جايز انا هون كثير مرتاحه وهيك الاجواء حلوه لانه دخلت يا جماعه دخلت. ميلا اذا شافتني زعلانه بتزعل. طالعه هبله لخالتها. اوكي جايز في لعبه كثير حلوه هون انه بنكون جواتها وبتصير نلف حوالينا تيكيتات بس بخاف ميلا تخاف. شت شت
سو جايز، بما انه ربحنا تيكتات وعرفنا انه اذا ربحنا تيكتات بنشتري لعبه، فرح العبها لعبه لميلا بناخذ فيها تيكتات، فانه اذا ربحنا كميه كبيره ممكن نشتري لها فيها لعبه وتنبسط. فانه هاي هي اللعبه، فيها كثير تيكتات. بحس يمكن نربح شيء حلو لانه انا حظي كثير حلو هون. شايف نفسك؟ شايف نفسك؟ تكبر هي متكبر، هي متكبر. يلا وان تو وان، يلا يلا وان تو. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. جايز في كثير العاب ميل عم تختارها بس انا ما بعرف كيف تنلعب، فعم بعمل سكيب. يمكن بدي اياهم بس اوكي يلا نشتري اللعبه. يا جايز مثل ما شايفين والله العظيم طلعت لحالها لهون، نطت هيك وطلعت لحالها، فرح اشغل اللعبه واقعدها. اخترقت القوانين، تركت ثلاث مقاعد ورحت قعدت على الارض. أتألم ولا أتكلم، أتكلم ولا أتألم. كمان؟ 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 أجين؟ أجين؟ لا مو أجين. عم تقولي أجين؟ So guys ميلا عشقة الكرات. شوفوا الكرات. لانه ما لعبنا منيح ربحنا بس هدول. اوكي جايز مثل ما شايفين هاي ميلا. اوكي خلصنا الالعاب وعبيت بالبطاقه التيكتات اللي طلعوا لنا، طلعوا 179 تيكت، فانه ما اتوقع في العاب بهاي سعر التيكتات، فانه هلا بدي اخذ ميلا اشوف اذا في، واذا ما في رح نروح ناكل دغري لانه انا متت من الجوع. ميلا طلع ميلا شوي محلاها، ما وجدتكم اياها واضح اي ثينك، بس انه هيك طلعت معنا. انا معجقه او مينا معجقه او كنا معجقين، بس انه اهم شيء صورنا. سو جايز جبت لها كره، شوف كم فيها. بسم الله عليكي. واو يلا جيب الكره، جيب الكره مينا. اوكي جايز مثل ما شايفين جيت على ماكدونالد، انا هي راس ميلا، جيت على ماكدونالد رح اجيب لها هابي ميل واورنج جوس، رح انا جابالي اورنج جوس كمان، فرح اجيب بس كمان هابي ميل معي. سو جايز هلا رح اطعميها، اتوقع انه خلص برجع على البيت لانه فطست. حطوا لايك جايز واشتركوا بالقناه، وصل الفيديو 100,000 وبخطف مليارد. سو جايز مثل ما شايفين طلبنا نحن وميلا كثير جوعان، فبدي احاول اشغلها بالالعاب. يلا والله طلعت سهلة الشغلة، حرام كثير كثير ميلا جوعانة، فجبت لها الأكل، أنا طلبت لها هابي ميل وطلبت إلي عصير برتقال لأنها كثير جوعانة، فإنه عم نستنى الطلب. شو هاي يلا أبي؟ يلا 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 أبي أبي. سو جايز مثل ما شايفين إجا الأكل أخيرا وعطتها تشرب عصير لبين ما برد شوي لأنه شوي سخن عليها، فإنه جبت لها نجتس وبطاطا. هاي العصير عم تشربه هون. طيبة؟ صحة؟ خمت حالة؟ لازم أنا أكل، حاسة حالي بيبي ستر مو خاطفتها، المفروض آخذ فدية أنا. لا ترخمي لبسك عشان ما نشتري لك واحد جديد. يلا اشرب. أوكي بنخلص أكل ونرجع لكم. جايز مثل ما شايفين طبعاً مينا ما شاء الله ما قصرت بلبسها. واو تكيلي يما. شو هذا؟
هاي ميلا هنا ميلا عم تسوي فتك برافو يلا زاد من عند العصير والنجتس زادت لي النجتس راح ارجع اعطيهم لمياه واخر مرة بخطف ميلا حجيب لها اللبس وعلى البيت وارجع لامي سو جايز جيت اشتري لبس لميلا بما انه وخمت لبسه طبعا لبسه وخم حاططها على شعري بدك هذا؟ اجيب لك اياه؟ بس هذا الاولاد برافو شوف تغير يعني بس بينك 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 عم تقول بينك بدي اياه سو جايز رح اجيب لها هاي لميلا حلوه وخفيفه ولطيفه وبيجامه من ورا مريحه عشان ترجع وتنام دغري تعي 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 شو سرقتي؟ شو سرقتي؟ So guys رايحة بدلها هلأ هون وارجع لكم يلا اوكي جايز مثل ما شايفين بدلت لها لبسة مثل ما شايفين كتير حلو اللبس طلع عليها وشلحتها برجليها لأنه الشوز ملابق فأنه هي كمان تعبت منه كتير بدلت لها وهلأ راجعين على البيت وراح ارجع على امه واخر مره بقرب عليها انا الحق علي خطفت اصلا المفروض كان اخذ مصاري وبنهايه هذا الفيديو لو استطعتونا لايك تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك روابط كلها تحت وين تحت صندوق الوصف وبس